ما هو لا مفر عندما تحدث كوارث ضخمة كهذه تضرب بالبنية التحتية بتأثر في حياة الناس أن تبدأ السجالات بين الفرقاء السياسيين في وهذا شهدناه يعني الآن في تركيا هناك اتهامات اتهامات متبادلة لكن الملفت للنظر أن المعارضة التركية في في استغلالها او في محاوله الاستثمار في هذه النكبه الحقيقه انها تستخدم اساليب غير اخلاقيه يعني انا شبهت المعارضه التركيه بالانظمه العربيه يعني المعارضات العربيه مضطهده لكن المعارضه التركيه علاقتها بال يعني في نوع من التماهي بينها وبين الاعلام الغربي لدرجة اني سمعت لا أدري من كان، أظن وزير الدفاع التركي، لا مش وزير الدفاع التركي، أحد المسؤولين الأتراك يوجه رسالة شديدة اللهجة للسفير التركي في أنقرة نعم السفير و... الأمريكي السفير الأمريكي سوري السفير في... نعم. الأمريكي في أنقرة ويقول له ارفع أياديك القذرة عنا ونحن نعرف الذين تتعامل معهم يريدون أن يثبتوا أن هذه الكارثة السبب فيها هو حزب العدالة لا أردوغان شخصياً وأردوغان, أردوغان وأردوغان شخصياً, شخصياً وللأسف منذ بداية الأزمة معظم التقارير التي تشهدها في وسائل الإعلام تصب في هذا في هذا الأمر يعني بيجيبوا لك إنسان معارض موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بيقولوا له ما رأيك في هذا الذي حدث فبدأ يتكلم كلام مرسل لا ندري يعني لا لا. كم فيه من الحقائق وكم فيه من غير الحقائق يعني لو ان لو ان هناك فعلا حقائق تثبت ان في جه, هناك جهات مقصره تسببت في هذه الكارثه باي درجه من الدرجات تعاقب امام القانون لا بد من المساءله والمحاسبه لكن ان يتحول ذلك الى سجال سياسي للاسف آه وتمكين خصوم تركيا في هذا الوضع خصوم تركيا في, في في الغرب بالذات يعني هذا شيء مذهل صحيح وهو هذا الفرق بين المعارضات في الدول المتقدمه والمعارضات في الدول المتاخره. المعارضات في الدول المتاخره تتماهى مع اعداء وطنها. نعم, نعم صحيح. المعارضات في الدول المتقدمه بالرغم من خلافها السياسي مع الحكومات إلا أنها تنظر للمصلحة الوطنية وبالتالي إذا كانت المصلحة الوطنية لبريطانيا أن تقف ضد الفلسطينيين فالمعارضة والحكومة تسير بنفس الخط وإذا كانت التأييد هو لأوكرانيا فالمعارضة والحكومة تسير بنفس الخط بالرغم من الخلافات على خلاف المعارضات في الدول النامية وخصوصا هنا أتحدث على الدول العربية الدول العربية وتركيا أيضا من جملتها، لكن هناك فرق في تصوري ان في منطقتنا في المنطقة مع الشرق الأوسط في تقديري أنا الشخصي ان هناك ثلاثة دول بالرغم من عدم اعترافي بإسرائيل ان هناك ثلاثة اللي فيها نظام سياسي إلى حد ما مقبول، اللي هو في تركيا وفي ايران وفي اسرائيل. الدول العربية ليس فيها نظام سياسي لا حكومي ولا معارضه، وبالتالي نجد الفوضى أي واحد ممكن ان يتكلم في اي مجال سواء كان ضد الوطن وهذا بعد شوية رح نتكلم على تونس هذا تونس مثل واضح ان يقوم ان تقوم الاحزاب التونسيه بتدمير وطنها لخلافها مع الحكومه او مع النهضه او مع... يا اخي هذا هذا لا يتك... لا يوجد في الغرب صحيح. صحيح. يعني حينما هاجمت بريطانيا وقررت توني بلير ان يغزو العراق بالرغم من المعارضه الشعبيه الحكومه والمعارضه صارت مع بعض وفي الحقيقه غزو العراق كان الحاله الوحيده التي قامت بريطانيا بحرب بتأييد المعارضه المعارضه صحيح وليس الحكومه وليست الحكومه صحيح. اي ان المعارضه في الدول المتقدمه تنظر الى المصلحه الوطنيه بينما المعارضه في الدول الناميه لا تنظر إلى هذا لأن لأن في الأصل في هذه الدول كاين حكومات وكاين معارضة وبالتالي كاين نطاق سياسي يدور حول النقاش وإن كان كان هناك الاستثناءات بالمناسبة طبعا أكيد أنا باعمم مثلا آه مثلا آه كوربن آه كان كان ضد الحكومة وهو يقود الحزب المعارض الأكبر حزب العمال لمدة سنوات قبل الإطاحة به كان يعارض تماما السياسات الحكوميه في الخارج في قضيه فلسطين مثلا. ولذلك اطاحوا به ولذلك اطاحوا به هذه ممكن لكن هنا موجود نظام سياسي وهذا النظام السياسي لديه اطراف هذه الاطراف أنا في بريطانيا مثلا تجد الحكومه <applause> الظل ان هناك حكومه اخرى تماما مقابله للحكومه القائمه تواجهها وزير بوزير مسؤول بمسؤول لكن نحن ليس هناك انظمه سياسيه صحيح هناك دكتاتوريات اما عبر الوراثه واما عبر الدبابه وعموما كلاهما يستفيد من الاخر وبالتالي لم لم يبقى للمعارضات ان تكون معارضه في الحقيقه ولذلك انا دائما اصر اننا نحن مقاومه ولسنا معارضه تكون المعارضه عندما تكون هناك حكومه وهذه الحكمه السياسي صحيح صح. عمل سياسي وتكون المقاومه عندما يكون هناك الطغيان والديكتاتوريه والاستبداد هذا هو الفرق لذلك هم موجود المصلحه الوطنيه يعني لان هناك دول وقائمه ومعارضه متفقين على المصلحه الوطنيه بشكل عام يختلفون في الداخل خلافات شديده ولكن في الخارج عموما يتفقون عموما دائما هناك استثناءات لكن نحن يعني عندما يكون السيسي يخدم الخارج أو قيس سعيد يخدم الخارج أكثر مما يخدم الداخل أو جنرالات الجزائر يخدمون الخارج أكثر من الداخل ماذا تريد للآخرين كيف تتماهى معه بالعكس أنت تريد تحرير الوطن وإعادة الأمور إلى نصابها لأننا لدينا وكلاء وليس حكام صحيح. يعني حتى هذه الدكتاتورية تحولت مع الوقت إلى أن أصبحت أصبحوا وكلاء ليس اكثر استمر ول... اخي بهذا ول... الكلام وخلينا نصير و... كليتنا متهمين و... لأننا ضد الحكومه <applause> ول... ولذلك عندما تواجه الحكومات يعني هذه الدول مش الحكومات الحكومات الغربيه يعني بعض الأحداث الكبرى عادة ما ترى انه تتداعى الحكومه والزعماء السياسيين ويظهروا للامام الراي العام موحدين اصلا يلتقطوا حتى صور وهم يتباحثون كيفيه مواجهه هذه الازمه مثلا احيانا عندما يحدث عمليه ارهابيه كبرى أوه. مثل التي حصل مثل الولايات المتحده الامريكيه اذكر انه جورج بوش استدعى كل الرؤساء السابقين صح. الاحياء وتشاور معهم ما كيف يرد على احداث 11 سبتمبر ايضا فرنسا في الأحداث التفجيرات الإرهابية أيضا آآ آآ يعني ساركوزي استدعى كل الرؤساء السابقين وبينما للأسف شديد في بلداننا النكبات يعني الأحزاب تستثمر في نكبات بعضها البعض والمعارضة تستثمر في نكبة البلاد وليس في نكبة النظام السياسي ولذلك ما حصل في ما حصل في تركيا الحقيقة يعني فعلا فيه نوع من استغلال واستثمار في النكبة من أجل تسجيل نقاط ضد النظام السياسي القائم بينما الأمر الآن مازال مفتوح قد يعني ينجح اذا استطاع اردوغان ان ينجح في احتواء تداعيات الزلزال والرد عليه ويجد يعني السبل الكفيله بمعالجة معالجه اثار الزلزال المدمر في تقديري انه قد يكون هذا نقطة إضافية في مصلحته في الانتخابات القادمة ويعني بالعكس على عكس ما تعتقد المعارضة أنها ستستعمل هذه النكبة من أجل يعني تحقيق فوز على أردوغان في تقدير قد يحصل البارحة أعلنت تركيا البدء بإنشاء 30 ألف وحدة سكنية نعم. وهذا بعد الزلزال بعد لا تزال البنايات صحيح لا يعني هو هو الحقيقه انا يعني اولا احنا طبعا الظرف التركي الان ظرف استثنائي لانه احنا في معرض انتخابات. نعم. الانتخابات رسميا ستبدا او الحمله حملات الانتخابات اساسا كان المفترض ان تبدا بعد يوم 9/3 يعني بعد اقل من شهر. أه ولكن احنا الحقيقه في معرض الانتخابات، المعارضه تشكلت من هذه السته ويجدون انه من خلال أه يعني تجمع المعارضه بهذا الشكل انه عندهم فرصه قد تكون يعني متميزه واستثنائيه ولا سابقه لها في انه يفوزوا على او يحققوا الفوز على اردوغان. فلذلك طبعا الخطابات دائما في اي بلد من البلدان عند الانتخابات انت تعرف ان هذه الخطابات هي لاجل خدمه الحمله الانتخابيه زد على ذلك ان هناك اساسا في 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 تركيا خلال السنوات الماضيه وبسبب اسباب كثيره موجات الهجرات الكبيره استوعبوا ثلاثة ونصف مليون انسان لاجئ من 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 سوريا يا جماعه هذا الرقم رقم هائل وهذه من سوريا فقط في من سوريا فقط وطبعا غير من افريقيا ومن العراق ومن اليمن ومن مصر ومن نعم فهذه ثم الأزمة الاقتصادية التي ربما بعضها كان طبيعي بسبب حركة الأسواق وبعضها ربما كان مفتعل ثم بعد ذلك يعني بعض الـ الـ الاعمال الارهابيه التي تمت واخرها هذه حادثه تقسيم وبكرونا ايضا و و كورونا قطعا تركيا في وسط في قلب الحدث الاوكراني الروسي وكانت في وضع الحقيقه قلق يعني في بدايه الامر لم تكن قد حسمت امرها في اي طرف من الاطراف لانه هي عندها اشكاليه او عندها قضيه مع الطرفين وعندها مصالح. فزد على ذلك انه هذه الاجواء خلقت ظرفا مناسبا لأجل بروز العنصرين اليمينين الذين يعني يحملون خطابا قميئا خاصة بحق السوريين لكن بشكل عام بحق كل واحد هو غير تركي وهؤلاء وجدوا لهم منبرا وهذه الورقة أصبحت هي ورقة يعني الأحزاب المختلفة تتلاعب بها أخذا وردا لكن بقيت موجودة لأنها هي تخدم الحالة, الحالة التنافسية السياسية نعم فالحقيقة الوضع استثنائي الوضع استثنائي بكل ما في الكلمة معنى السؤال هو الآن أنه هذا الزلزال الذي وقع الآن والذي يرشح أنه قد تكون هناك مطالبة بتأجيل الانتخابات أنه لا يمكن يعني أنت أولا عندك أنت ملايين البشر الذين تضرروا وخرجوا من بيوتهم فكيف ستكون انتخابات في, في ظل هذا, هذا الوضع الأمر الثاني أنه عمليا الشعب التركي بالاخص يعني نفسيا مصاب مفجوع فكيف تقيم انتخابات وتريد انه يوازنون بين هذا الحزب وذاك الحزب او هذه السياسه وتلك السياسه بينما هم في حاله يعني الشعور بالفاجعه فستكون هناك رغم انه في محددات دستوريه لكن انا باعتقادي انه سيكون هناك دفع بتاجيل الانتخابات ربما الى نهايه العام. المساله هي انه يعني ضمن هذا كله ما هو مستقبل الدولة التركية ما هو مستقبل النظام التركي يعني في ظل هذه التجاذبات الحالية اللي واقعة وهذا الضغط الهائل الذي مورس من من قبل يعني بسبب الزلزال ما الذي يعني يحمله المستقبل القريب بالأخص أنت أشرت إلى أنه في موسم انتخابات وفي موسم الانتخابات شيء طبيعي أنه تحصل هذه الـ السجالات والانتقاد والحديث عن النجاحات والإخفاقات إلى آخره لكن أنا لا أثق بالمعارضة التركية لسبب وحيد يعني في بعض الأمور التي يقولونها أنا ليس بإمكاني أن أعرف إن كانت صحيحة أم لا يعني هم بيدعوا أمور يصعب على مثلي أن يعرف مدى صحتها لكن الذي يجعلني على يقين بأنها معارضة غير شريفة هي العنصرية التي نعم. يحرضون الناس عليها للأسف يعني التحريض على السوريين والتحريض على العرب والتحريض على الأجانب هذا يعطيك دلالة على نوعية هذه المعارضة معارضة غير شريفة بالتأكيد لأن معظم العرب الذين يعيشون في تركيا ليسوا عالة على تركيا هم جاءوا معظمهم جاءوا باستثمارات بأموال وشروا عقارات وكما يقول المسؤولون الأتراك أنفسهم هؤلاء ساهموا في دعم طبعاً الاقتصاد التركي طبعاً لكن لا تنسى هذا عنده أبعاد تاريخية في الحقيقة يعني إسقاط الخلافة وقيام جمهورية أتاتورك كان من بين أهم خطابها أنه الابتعاد عن العالم الإسلامي نهائيا يعني كان انقلاب هائل ثم برز الخطاب الوطنجي التركي اللي هو ضد الاكراد ايضا يعني بشكل بشكل فظيع هي هي القوميه ما هي القوميه شوفينيه هذه هي القوميه الشوفينيه في الحقيقه ليست فقط ضد العرب هناك او ضد الذين ياتون من لكن ضد الافغان ضد الاجنبي تجد شيء انا كنت فوجئت انا اول مره زرت تركيا كان في 86 ففوجئت ان لا يتحدثون لغات اجنبيه نعم يعني بالرغم انها بلد سياحي صحيح. هائل ترى الى عهد قريب يعني إيه نعم الان العربيه تنتشر هناك والانجليزيه يعني. نعم. إيه نعم الجيل الجديد الان اصبح اكثر اكثر انفتاحا ووعيا ونعت... نعم. لكن في استوث... فوجئت فوجئت بشكل هذا بلد بلد مغلق كان م... لكن السياحه في الشكل الرهيبه في الفتره اظن العرب كل الدول يعني كانت مغلقه اسبانيا نفسها كانت لكن ليس بالحق لا يتكلمون لا اي لغة انت ال الاتراك القوميين عملوا حاجه في غايه الخطوره انا كنت قبل بالامس او اول امس اشاهد مقطعا لاحد الكبار السن في تركيا أظنه مؤرخ يعني رجل له وزن فنبهنا إلى أمر في غاية الخطورة قال عندما تحولت تركيا من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية ماذا حدث؟ طمست تاريخها بالكامل التاريخ العثماني انحط في خزانة وتسكر عليه قال الجيل الجديد الذي لا يعرف كيف يقرأ العربية ولا يفهم كيف يقرأ العثمانية ليس بامكانه ان يستفيد من كل الارشيف العثماني. يعني اتاتورك ومن على خطاه اجرموا في حق الامه. ليس فقط الامه التركيه بس الامه الاسلاميه كامله. بين هذا تراث كامل بين ليله و... وبين عشيه وضحاها اصبح الاتراك تقريبا كلهم أميين أي. آه؟ كلهم بدون اميين بدون تاريخ لانه تغيرت اللغه التي كانوا يقرؤون بها وانتقلت الى لغه اخرى ترجموها الى اللاتينيه فلم يعودوا يفهموا شيء بين عشيه وضحاها. طبعا كان منع الاذان، كان اشياء كثيره جدا. فهذا هذا الارث تستدعي هذه اللغه هي الاخطر على الاطلاق على طبعا تصور انت كيف كل كل تاريخك راح الغى على الاقل 600 سنه من التاريخ الـ 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 التركي العثماني يعني لكن الاشكال هو هذه بعض طبعا فيه الاحزاب اللي هي تركيا حتى فترة سابقة وما زالت تجدون صور أتاتورك في كل مكان حتى في العملة حتى في بالرغم من الدمار الهائل الذي عندما تنظر بكل, بكل واقعية وبكل حياد مما فعله في تركيا أنا مرة تقزيمها إلى تركيا أنا مرة تحدثت مع واحد من الأساتذة الأتراك قلت له يا أخي أنتم تتعلمون أطفالكم فرنسي وألماني وإنجليزي قلت له اخي علموهم اللي هذه الثلاثين حرف اللي هي ما حرف عربي حرف عثماني علموهم هذه يستطيعون قراءة كل شيء تاريخهم قلت له معقولة أنه أنت أبوك مؤلف كتب أنت عندك بالبيت مش قادر تقرأ تعرف تقرأها قلت له يا أخي كيف قلت له هذه إعادة هندسة المجتمع صحيح. بالطريقة الخطأ صحيح. <تصحيح> قلت له طريقة عنيفة هي. عنيفة جدا <applause> قلت له هذه هذه انتم بالنسبة لكم ما مطلوب منكم ترجعون قال لي احنا ما نخشى من اذا رجعنا الى هذا رح يرجع التأثير الاسلامي في تركيا قلت له شوف اخويا رجع رغما عنه قلت له تركيا <applause> قلت له الفرد التركي قلت له حتى انت شخصيا من امك تموت رح تجيب لها واحد يقرا لها قران صحيح وتوديها بالقبر قلت له فانت لا تقول لي انه يرجعون اسلام الاتراك ما طلعوا من الاسلام حتى لما سويت الاذان بالتركي الناس بقت تصلي بالعربي والقران يقروا بالعربي قلت له هذا ال... هذا عذر غير مقبول قلت له انا دا اقول هذا الكلام قلت له امانه اقول لك انا بالنسبه لي عندي مشاعر طيبه تجاه تركيا قلت لو انا اسى انه تركيا اللي عندها خزين هائل من الثقافه والاقتصاد والادب والتاريخ والعلوم والفن باللغه ال... التركية القديمة اللي هي العثمانية عمي. كلها هذه أصبحت غير متاحة لأحد بدون مبرر عمي. لكن أخي أنا قلت على موضوع تأجيل الانتخابات أنا لا أظن أن, أتأ... أن أردوغان, أت... أردوغان سيؤجل الانتخابات هذه فرصته أن يستمر بها حتى يفوز عمي. فأنا أعتقد أن الانتخابات ستجري لأنه هذه الفرصة الآن أردوغان روى الشعب التركي أنه هو بقدر المسؤولية التجاوب اللي صار الشعبي وردود فعله تكليف الوزراء ماله كل واحد يروح إلى المنطقة حضورهم إلى هذا الدعم اللي قدمه أعتقد أن هذا سيكون مكسب انتخابي إذا كل العوامل وبالمناسبة أنا كمان سمعت تأكيداً لكلام إن عفوا بس أنا سمعت أنه هو كرئيس يملك تقديم الانتخابات وليس تأخيرها تأخيرها أكو إشكالية دستورية بالضبط في قضية التأخير فيه. بس يعني تأكيداً لكلامك أستاذ صباح إحنا بدأنا بالحديث عن التليفون اللي هو حملة جمع التبرعات والتي بلغت ثمانية مليار دولار هذا الحقيقة من جهة ما هو تعبير عن ثقة الشعب في من يدير الشأن من يدير الشأن ويتعامل مع هذه الأزمة والكارثة إذا أنا ما عندي ثقة بالجهه التي يعني تحاول علاج تداعيات الكارثه ما اتبرع لها ما راح انطيها راح اوكل الناس الجواعة اكفل الايتام كذا يعني بحيث ابعد المساله عن من لا اراه كفؤا قضيه التبرع وبهذا الحجم وبهذه السرعه هذه في ليله واحده الحقيقه هو انا باعتقادي هو تصويت صحيح ثقه صحيح تصويت ثقه بال بالاداره لذلك اظن سيستمرون في الموعد مع الانتخابات هو هذا ما زال موضوع يعني يعني جدل في نعم صحيح. في, في وسائل الاعلام التركيه وفي وبين الناس لكن الناس الان مهمومين بالكارثه تونس شو وقت انتخابات؟ آه. <applause> لما يعتقل باقي كل جماعه النهضه هذه بالعراق يسموها <applause> <يشمو> حرشه <applause> كم واحد صاروا من من النهضه معتقلين؟ لا هو الحقيقه عملية عملية الاعتقال هذا سابقا هذا <applause> سابقا عدل الاشياء <applause> قسمة بين المعارضين الان يعني <applause> فهي طالت يعني شخصيات مستقلة ما هيش لا تنتمي لاي حزب قضاة رجال اعمال يعني موظفين هي عملية يعني تاتي رد فعل على محاوله تغطيه الفشل الذريع المنيت به الانتخابات. الانتخابات كانت ضربه قاسمه لقيس سعيد في مسار الانقلاب كان يعتقد انه بهذا المسار والخطة التي وعد بها الغرب ما يسمى بخارط الطريق التي يعتقد أنه كان سيتوجها بالانتخابات الماضية الانتخابات شارك فيها أقل من 10% في يعني أضعف انتخابات سجلت في العالم طبعا هو حاول أن يبين بأن هذا مكسب نعم. له لأن الناس لم تعد تثق بالحكومة برلمان. والدولة والكذا والمحسوس. ولكن هو يعني يعني ناقض نفسه لانه كانت عمليه التعبئه من قبل قيس سعيد ومن قبل طبعًا منظومه الانقلاب طبعًا تعبئة طبعًا يعني بددت المليارات صحيح من الدينارات التونسيه في في الدعايه والتحشيد للانتخابات بعد ذلك قيس سعيد نفسه يسفه الانتخابات هذا دليل على حاله من التنقل هو انتقل يعني لما يعني العالم الخارجي والقوى الوطنية بمختلفاتها شككت في يعني اعتبرت أنه هذا الانتخابات لا يمكن أن تؤسس لا لشرعية ولا لمؤسسات دستورية ولكن ولا يمكن أن تكون المؤسسات المنبثقة عن هكذا انتخابات هي مؤسسات تمثيلية للشعب التونسي الذي قاطع الانتخابات بنسبة 90% هو انطلق في هذه الحملة من الاعتقالات للتغطية للأمانة أنا شخصياً لما أتابع منذ بدء الحملة نجح إلى حد الآن أو ينجح في صرف أنظار الرأي العام وحتى القوى السياسية على تثبيت المأزق اللي هو الانتخابات وفقدان الشرعية لأنه رغم أن الأحزاب السياسية تقريباً مجتمعة اليوم تعتبر انه المنظومه الحاليه فاقده للشرعيه وهذا سابقه في تاريخ تونس انه نظام قائم الاحزاب السياسيه تعتبر يعني نظام غير شرعي الى جانب هذا طبعا قيس سعيد عندما لاحظ يعني من خلال متابعته منظومه قيس سعيد منظومه الانقلاب انه الاحزاب بصدد التوحد هذا المسمى الخيام التركي وهو شخصيه مستقله نجح في يعني عقد جلسات للحوار بين مختلف اطياف القوى السياسيه جلسات متتاليه فانزعج منها يعني كان يركبها وكانت يعني العناصر الامنيه تتابع هذه الجلسات باستمرار يعني والاماكن التي تعقد فيها ف صار عنده خوف كبير أن القوى السياسية تتوحد جميعا وخاصة أن المنظمات الوطنية التي تحذر في مبادرة يعني تم تسريب وثيقة سميت الوثيقه التمهيديه للحوار لانقاذ تونس من الازمه، الحقيقه وثيقه معقوله جدا، يعني تحمل منظومه قيس سعيد والانقلاب الازمه الراهنه التي تعيشها تونس. يعني تعتبر انه هنالك انتكاسه على المسار الديمقراطي ما قبل الانقلاب يعني وتضع تقريبا منظومه الانقلاب امام امر واقع. اما اما انه نذهب لحوار وطني لانقاذ البلاد او انه بما يعني بما معناه سحب الشرعيه من هذا هذا النظام. هذا طبعا جعل قيس السعيد ومنظومه الانقلاب ترد بحمله اعتقالات ماذا يعني سحب الشرعيه؟ يعني في امر واقع موجود في تونس، هذا الرجل المتمكن بالرغم من <applause> كل ما نقوله بالرغم من كل آه الامتعاض الذي نبديه الحقيقه انه متمكن، هي جالس وبيعتقل الناس وبيزج بهم بالسجون. ما هي المنظومه التي تقف من ورائه في تونس والتي تمكنه من فعل كل ما يفعله؟ منظومة الامنيه العسكريه إيه؟ قبل, منظومة أن... الأمنية قبل, أن... قبل ان قبل ان نجاوب أن خليني اضيف على شيء نعم قال عزام. انا في تصوري وهذا يعني انا حقول شيء لكن ارجو ان تاكد يعني تصلح لي معلوماتي. نعم. اولا انا اظن أن نقطة القوة عند سعيد ما يسمى نظافته أنه هو إنسان نظيف لم يسرق ولا كذا ثانيا أن الاعتقالات التي يقوم بها ديجمع يجمع من كل الناس فاسدين وقضاة ونهضة وإلى آخره وبالتالي فيها جزء كبير من الشكلية أنه يعطي الانطباع أنه هو دي دي يعمل بطريقة عادلة هذه تصوري انه هذا اللي داي يستند عادل في ظلمه هذه هذه اللي <applause> اللي يستند عليها فهل هذا تصور صحيح ولا لا لا انا في يعني انا كنت اتحدث على مسار ما يسمى بخارطه الطريق الشعب التونسي يعني روج في بدايه الانقلاب تماما مثل ما وقع في انقلاب مصر الترويج انه الشارع, الشارع خرج ضد الشرعية ضد مرسي والشرعية لإسقاطه وتم وال... تم الترويج في تونس لنفس الوقت ولكن عندما اختبر الحديث على أنه الشرعية لقيس سعيد ولذلك يعني هو استجاب آه. لنداءات واستجاب للتفويض الذي منح له، انقلب على الدستور، انقلب على المؤسسات الدستوريه وامسك بكل السلطات بين يديه، القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه. ولكن عندما اختبر هذه الشرعيه المزعومه والشعبيه المزعومه على ارض الواقع استشاره وطنيه شارك فيها حوالي 20% فقط ثم تلتها استفتاء على الدستور شارك فيه حوالي 20% فقط وضعه هو بمفرده، وانتخابات شارك فيها أقل 10%.